معناها اليوم فما ريح كبيرة تهب على العالم، هي ريح الليبرالية، والليبرالية المتوحشة اللي تنظر للعالم هذايا منطق الربح مش منطق الإنسان. Simon Gérard, مرحبا بك بعدنا في فاس فاس. ميرسي دافوار اكسبتي الانفيتاسيون. نيب اخر نيب من اليسار في تونس، مرحبا بك. يوسف شهده وهشام مشيشي. حطيت تجا الاولى ما اخترتش جوكر نتاعك استعملته انا. المرة الجاية لازم تختار. لا ميساش ناتيوك جوكر واحد اخر. عبد الكريم زبيدي او بيجي قايد السبسي. فاش كسياسي كبيرسوناليتي بوليتيك نجم يكون زاد اجابه شخصيه. عبد الكريم الزبيدي نجم تكون جوستيفي با زاد ميساج. حمل همامي او محمد عبو. نحتفظ بالاجابه بالعقل. حركه الشعب التيار الديمقراطي اقرب لك انت سياسيا. حركه الشعب على الناسيوناليزم لا التيار ابدا لا فما ساعة الخط السياسي لأن يعني حركة الشعب عندها خط سياسي الديمقراطي ما عندوش خط سياسي وحركة الشعب يعني عندها وضوح ورقاوة في القضايا التيار الديمقراطي متردد في العديد من القضايا بفعل وأنه ما عندوش بالفعل إيديولوجيا خط سياسي لا خط سياسي مش بالضروري يكون فما إيديولوجيا ما عندوش فكر سياسي فهمتك ما نقولوش ايديولوجيا الايديولوجيا ولات كلمه خايبه ما نجمش نستعملها لا ماهيش كلمه خايبه معناها تخوف يعني اي دونك حركه الشعب يعني اوضح وانقى وانحيازاته معناها واضحه يعني باردو او كرتاج فاش سؤال واضح باردو او كرتاج تنجم تكون على وين تش بريفير تعمل قهوتك ولا البرلمان او الرئاسه الاثنين كيف 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 باه رشد الغنوشي او عبير موسي حتى واحد هشام المشيشي حاضر في مشيته لواشنطن بور نيغوسي لي زارانجمون مع الـ مع الـ مع الاف ام اي هل الحل الاقتصادي في تونس باش يجينا من لي بروغرام ديد نتاع الاف ام اي اسكو المشكله هي اللي نحنا ما عرفناش نستغلوهم ولا المشكله هي لي بروغرام ديد هذم اصلا اللي ينجموا يكونوا يزيدوا يبعدونا على لا سوفرينتي ايكونوميك ولا على المشاريع اللي تنجم تعاون البلاد هو نحنا يلزمنا نقولوا اللي نحنا توا معناها بعاد على سوفرينتي ايكونوميك بعاد برشا معناها نحن معاش عندنا قرارنا وسيادة قرارنا الوطني في الخيارات الاقتصادية وأعتقد أنه هذايا كان من قبل وتأكد وتعمق في 2012 اللي جاء الفمي وعاود يعني حضر بشكل كبير مش في تونس بركة في المنطقة يعني منطقة المغرب وشرق الأوسط واللي طبعا نعتقد أنه اليوم منوال لفامي والبوك مونديال أثبت الفشل متاعه ما قبل الكوفيد لأنه النتائج الحاصلة على مستوى اقتصادي واجتماعي كلنا شفناه يعني في مستوى التوازنات الاقتصادية الكبرى في مستوى المالية العمومية وفي مستوى الحلول الاجتماعية علاش؟ لأنه لفامي من 2012 حتىش ل 2019 عطى لتونس المنوال قدم لها المنوال المنوال هذايا عبرت عليه القوانين اللي تم المصادقة عليها في البرلمان سياسة الفامي باش نسميوها هكا لارجمون المشكله من الاشخاص ولا من البرامج اللي في السيستم مونديال هو اليوم لازمنا نقرب شيء انه في العالم فما هيمنه هيمنه ما يسمى بالرأسمال المالي يعني الرأسمال المالي هذا اللي يمثل
كبرى البنوك العالمية وأكبر كذلك المستثمرين العالميين في المحافظ المالية وفي البورصات العالمية اللي أصبح عندهم هيمنة على كل اقتصادات العالم واللي من خلالها المؤسسات المالية تبرمج مصير الشعوب بما فيها بلدان يعني الميتروبول كما أمريكا و أوروبا. نجم نخرج نحن من السيستم هذا عن الآليات عن القوة السياسية باش نخرج من السيستم هذا. شو نقول أنا؟ نقول فما مثل يقول on peut pas arrêter le vent mais on peut ajuster nos voiles. معناها اليوم فما ريح كبيرة تهب على العالم هي ريح الليبرالية والليبرالية المتوحشة اللي تنظر للعالم هذايا منطق الربح مش منطق الإنسان. واللي تنظر للاقتصاد على أساس وأنه جوهره مش الإنسان وخدمة الإنسان وكرامة الإنسان وإنما الربح هي حاجة مجردة مش حاجة معناها كونكريت اللي تتعلق معناها بحياة الإنسان واللي اليوم معناها في ظل اختلال موازين القوى العالمي لصالح الليبرالية فإنه على الأذكياء في هذا العالم بما فيهم تونس أنهم يكونوا واعيين بهذه الريح وإلى جوست لفوال متاح باش يمشيوا أبون بور. شنو هو معناها المرسى اللي يمشيوا هو ما هو مصلحة وطنية وما هو مصلحة اجتماعية بمعنى وأنه تنجم تصيغ تصوراتك في ظل يعني التغيرات العالمية هذه أخذ باعتبار التوازنات الإقليمية والعالمية وتتموقع في هذا بمعنى وأنه اليوم مثلا في نقاش مع الفمي ولا البنك مونديال ولا كذا نحن هل يعني مصيرنا وقدرنا أن نقعد مرتهنين لهذوما علاش أنت في هذا العالم اللي فيه قوة وفيه قوة اقتصادية وفيه تنافس اقتصادي كبير ما بين كبريات العالم ما يكونش عندك تموقع آخر يسمح لك بالتفاوض بشروط وظروف أفضل تفاوض بأكثر قوة تفضل بأكثر قوة وتفي جوي لكونكورنس لأنه اليوم بمجرد أنك تدخل وتحكي على انخراطك في طريق الحرير هذا مهم يسمح لك بشروط أحسن للتفاوض بمعنى وأنه اليوم ما كما قلت على الأذكياء اللي بالنسبة ليهم يتصوروا العالم إنساني مش عالم مجرد من إنسانية اللي قائمة للربح مش قائمة على معناها تحقيق الإنسانية مش مرشي إنسانيتها وسلعنت كل شيء اليوم عليهم وأنهم يختاروا طريقهم طريقة وطنية سيادية اللي تنبع من الواقع متاعهم واللي تاخذ مع اعتبار مجمل القوى الموجودة في العالم كان منها العالمية وإلا الإقليمية. نرجع للسياسة في تونس ميم سي هذا الموضوع عنده أكثر انفلونس على السياسة في تونس كلين تخيلو خذيت مواقف على حلين البرلمان هذا الحل للأزمة السياسية اللي نحن موجودين فيها المسؤولية الأزمة عند البرلمان ما هيش عند رئيس الجمهورية ما هيش عند الحكومة ما هي المسؤولية عند البرلمان اليوم بيزمنا نعرفوا باللي في تونس النظام السياسي هو نظام برلمان فمش كون يحكي لبرلماني معدل برلماني النظام السياسي في تونس هو نظام برلمان ينجم يكون مشوه ينجم يكون معدل ينجم يكون تحب انت لكن هو نظام برلماني ايش معناه؟ معناه هو مركز السلطة في النظام الرئاسي مركز السلطة هو رئاسة الجمهورية إذا أفشلت الحكومة المسؤولية عند البرلمان؟ طبعا إذا يفشل كل يعني كل منظومة تفشل الأصل في الفشل هو البرلمان لأنه من البرلمان تنبع كل السياسات وكل المخططات وكل البرامج وكل التوجهات وكل الخيارات
اذا كي نحلوا البرلمان غدوه نحكيوا شويه استراتيجي بوليتيك ميساج اليسار في خسر برشا بين انتخابات 2014 و2019 وكان يتحل البرلمان غدوه انت تعرف اللي سولون لي سونداج دونك ناخذوهم ديما افيك دي بانسيت اللي عبد الموسي باش تكون عندها كتله قويه برشا النهضه باش تكون موجوده قلب تونس باش تكون موجودين والاحزاب اللي حكينا عليهم قبيله اللي هما التيار والشعب باش يخسروا برشا بين انتخابات 2019 ولو انتخابات جديده استراتيجيكمون ما يساعدكش حل البرلمان بالنسبه لحل البرلمان هو المواقف اللي تصار ما هيش تاخذ باعتبار فقط الجانب الذاتي ولا مصلحتك من ذلك فما مصلحه موضوعيه مصلحه بلاد مصلحه وطن اليوم البرلمان عبء على هذا الشعب وعلى هذه البلاد وما عادش ينجم يكون حل واعتقد انه معناها التوانسه باش يذوقوا الامرين في حالته في فرضيه مواصله البرلمان الى حدود 2024 معناها مازال باش يكون عنده 3 سنين ونص من المعاناه ومن تدهور أوضاعها بأغلبية برلمانية متنكرة تماما لانتظاراتهم والمطالب نتاعها تقول لي أنت هدايا معناها غدوة باش تحل البرلمان أن كل وقت نطلب حل البرلمان مش بالضرورة غدوة هدايا صراع وهذه موازين قوى وأعتقد أنه قاعدة فما زخم وفما يعني وعي شعبي ولا يعني وعي متقاسم قاعد يتشكل قاعد ينمو من اجل حل البرلمان باش يكون ضاغط لحل البرلمان بشكل حقيقي وهذا يطلب وقت في فرضيه وانه غدوه حل البرلمان اعتقد انه اليسار معناها اللي خاض انتخابات 2011 كانت عنده نفس النتيجه في 2019 قاعد ينجم يرجع لوضعية 2014 في حالة أنه تتقام انتخابات إذا غدوة تقول لي أنت اليسار هذا ينجم يعمل تحالف انتخابي بمكونات الجبهة كما قبل ويخوض انتخابات نتاعه ويجيب نفس النتيجة اللي كانت عنده نفس في 2014 بمعنى وأنه نحن ننطلق من معطيات المعطيات هذه تقول وأنه التحالف نفس الناخبين نتاع في حركة الشعب والتيار يا حبذا تتشكل قوة ديمقراطية اجتماعية واسعة فيها التيار وفيها حركة الشعب وفيها مكونات الجبهة الشعبية من أجل خوض معركة حقيقية باش يكون عندهم حضور جدي في البرلمان يمكنهم من أنهم يكونوا قوة فعلة أكان في السلطة أو في المعارضة حكينا على الانتخابات تاع 2014 اللي جبهة شعبية وصلت وليت قوة سياسية وعطات برشا أمل للشباب هل التحالف وقتها مع نيدي تونس كان الحل باش يقعد هالأمل في الجبهة الشعبية وفي اليسار تحالف بين شكون بين الجبهة ونيدي لا كانوا فما مفاوضات وقتها كانوا فما دي نيغوسياسيون كانوا فما تقارب خاطر الجبهه ما عطاتش سون سوتيان في الدوزيام تور لكن فما تقارب تم بمناسبه جبهه الانقاذ في زمن حكومه علي العريض وجبهه الانقاذ هذه تمكنت من اسقاط حكومه علي العريض وتمكنت من تغيير نسخه 1 جوان نتاع 2013 نتاع الدستور وتعاملت لجنة التوافقات اللي على أساسها وقع تغيير معناه مهم في العديد من الأبواب من فصول الدستور يعني كان هذا التحالف مناسب جبهة الإنقاذ اللي بالفعل وصلت لإسقاط حكم النهضة حكم الترويكا وكنت تنجموا مرة ثانية تبعدوا النهضة على الحكم وبالنسبة للمرة الثانية بأي مناسبة الانتخابات معناها التحالف كان مسبق منظم من قبل ما بين الباجي قائد السبسي ورج غنوشي والانتخابات جات باش بالفعل تحط بصفة فعلية وعلى الواقع هذا التحالف اللي تم بين رج غنوشي
وباش كاد السبسي معناها ما بين الندام وبين النهضه. وشخصيا سيمون جراحوي شنو هي اكثر حاجه ندم عليها في سياسه؟ والله اكثر حاجه ندم عليها في سياسه مازلت ما ندمتش بالحق. سي بون كو دي ان بون باركور معناها مازلت ما ندمتش، لكن انا تعلمت حاجه هو انه في الحياه هذه فما حاجات تجي معناها بملء ارادتك انت تحبها، فما حاجات تجي خارج الاراده نتاعك وانت تتصرف معها تدارت فيه. لكن تعلمت انه من أسوأ الاشياء اللي تتم هو الندم بالحاجات اللي، ولهذا يكون واحد معناها بروكتيف يكون ايدونتيسيب زادة وباش ما يندمش. Très bien. Merci beaucoup à la Kouboul Dawa. Le check.